بسوي اللوحة بس بخلي الألوان سحب عشوائي. طبعاً اللوحة بتكون منظر طبيعي علشان نشوف شنو يصير في الألوان. السلام عليكم يا جماعة، وياكم هدى المرزوق، وهذه قناتي المختصة بالفن. الوان اللوحه بتكون ساحبه عشوائي، بس بضيف عليهم ابيض واسود علشان نرجع شوي في اللوحه. تحدي اول مره اسوي. اول شيء طبعا نسحب لون السماء. حدي خايفه تشوف اللون، حدي خايفه تشوف اللون. سما صفرة. لحظه خلينا نخلي وياها لون ثاني. بسحب لون ثاني للسماء، لون ثاني للسماء بليز، شيء مناسب. بسم الله. ثلاث لون للسماء. جبت ألوان مقاربة للي طلعت لنا، شوفوهم، حاولت قد ما أقدر أخذهم مثل الشي. بحطهم على اللوحة في أماكن عشوائية. وبحط بينهم أبيض بهالشكل. الحين بدمجهم ويا بعض. أوكي، اللون اللي هني طلع مو واجد سيء. حس اللون الأخضر صاير حد غريب في السماء. أوكي، شوف شلون صارت السماء. الحين وقت الغيوم. أوكي، الحين بسحب درجتين، بستخدم ياهم أبيض للغيوم. هذه الدرجة الأولى وهذه الدرجة الثانية. ألوان حلوة، يعني مو سيئة. جبت هاللونين مقاربين للألوان اللي طلعت لنا، خل بحطهم هني على الباليت وبنزل إياهم أبيض. خل باخذ من الألوان أول شيء أبيض، وهذا زين. وببدي أسوي غيوم. يا الله الألوان صداع صداع صداع، كلش مو متناسقة، بس إن شاء الله ويا البروسس نطلع بنتيجة حلوة. للجبال بعد بسحب لونين. بسم الله، باخذ من الالوان القصيره، احس عندي امل يطلعون اشياء ادلى. بسم الله، رصاصي. اوكي، الوان الجبل، هذين اقرب درجتين للالوان اللي طلعت. خل باخذ منهم برسم جبال هني. احس ان اكثر شيء رسمته في فيديوهات اليوتيوب هي الجبال. بحط اول شيء بالرصاصي، وبعدين بحط عليهم باللون الثاني. شوفوا شلون صار الرصاصي. الحين باخذ اللون الثاني بحطه على هالجزء من الجبل بهالشكل. شوفوا شلون. هل باخذ ابيض وبحطه على بعض الاجزاء الفاتحة اللي هني، حق يعطي افكت انه كنا في ظل او ضوى يعني. خل باخذ الحين اسود وبسوي نفس الابيض بس عكس الاتجاه، وبحاول شوي شوي ادمجه قد ما اقدر، ادمجه بالرصاصي. خلاص يا جماعة، الحين بسحب آخر أربع ألوان أو بخليهم خمس حق الزرع. يا الله ألوان حلوة، يا الله ألوان حلوة. خمس درجات، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، الرابعة، خامسة. بسم الله يا جماعة، حرفيا طلع لي درجتين من البنفسجي
أزرق ودرجتين من الأخضر. أوكي، درجات هالمرة مو متناسقة، بس بحاول أضبط الوضع اللي هني بهم. نزلت ألوان مقاربة للدرجات اللي طلعت لنا. أول شي بسوي باخد هالدرجة من الأزرق بحطها هني بشكل عشوائي يعني، واخد أبيض بحط عليها وبدمج، بركز الأبيض في النص وخلي الأزرق اندمج ياتي بروحه. خل باخد الحين الأخضر الغامق، ما أدري شو بسوي يا جماعة. أوكي، أخضر غامق هو ما عليه يعني يضبط الوضع، فبحاول أسوي جبل ثاني هنا ويا رب ما أعفس الوضع. شو بسوي؟ نفس الجبال اللي سويتها هنا هني، وبخليها أخضر بنفسجي. يا جماعة هاي أول مرة في لوحة أسوي هالكثر جبال. خل باخذ الحين بنفسج الغامق وبحط منه بهالجهة، بسوي نفس الجبال اللي سويتهم فوق بس الألوان غير. باخذ الحين هذا اللون البنفسجي الافتح وبحط هني شوي بشكل عشوائي. الالوان لحد الحين مو قاعده تعجبني، فاذا خلصت بحط عليهم ابيض واسود. بحط على البنفسجي والورد اللي حطيتهم بالابيض بعد. شوف شلون عجيب في الجبال، بس اقطط الالوان بشكل عشوائي وتتكون لكم صوره. الجهه اللي احط فيها ابيض تبدون تحسونها كأنها طالعة أكثر من الباقي، يعني هو على الأغلب مفروض أركز هني الأبيض وأنزل بشوي شوي على تحت حق يندمج. باخذ الحين الأخضر الفاتح ونفس ما سويت جهة البنفسجي بسوي جهة الأخضر، وخلي من الغامق على الفاتح أخليهم شوي يندمجون. يعني هي مو أقوى لوحة سويتها، بس تمشي الوضع. أحس واجد خربطة في الألوان، لو كانت الألوان مرتبة تطلع اللوحة واجد أحلى. يعني أحس الجبال زينين يعني. هذه الدرجات اللي سويت بها اللوحة. هاي الحمد لله أني سمحت لروحي أني أستخدم أبيض. تخيلوا وش بصير وضع اللوحة لو ما استخدمت أبيض. يعني أحس الأبيض حد رجع الوضع. رأيكم؟ مهم لازم تعطوني اياه. ويا جماعة مثل ما دائما اختم فيديوهاتي، لا تنسون اللايك سبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات. يلا باي.